ارجع لضيفي اشرف ممدوح. هبدا من كلام كريم انه الفوز امبارح كان مهم، قفلنا بيه صفحه الدوري بعلامه الكامله. اهم حاجات كسبها الاهلي من الثلاث محطات دول اللي هم بين قبل نهائي دوري الابطال، امبي، طلع الجيش، سيراميكا. اهم الايجابيات اللي اكدت عليهم الماتشات دي او المرحله دي، واهم السلبيات اللي لازم نشتغل عليها او نتداركها قبل ما نروح للمواجهه الاصعب والاهم مع الوداد. من اهم الايجابيات التفاهم والانسجام والتناغم اللي بقى موجود ما بين مستر كولر واللاعبين الجميع. يعني انا شايف انه وصلنا الحمد لله لمرحله انه الجميع متفاهم وعارف ومدرك قد ايه هو قيمته، قد ايه بتعلى في النادي الاهلي، وقد ايه ان تيشرت النادي الاهلي يستحق انك تبذل مجهود كبير جدا جدا عشان تبقى موجود في على الاقل حتى التشكيل 18 اللي موجودين، اللي بره زي اللي جوه. انا شايف ان الناس كلها بتشتغل الحمد لله بشكل رائع جدا جدا عشان يقدر يبقى متواجد وفي الصوره. الناس اللي بتبقى خير، يعني انا سعيد جدا جدا يا احمد بالناس اللي بره الصوره من فترات طويله وبترجع مستواها الحمد لله جيد. يعني ما تقدرش تقول انه محتاج وقت عشان يرجع تاني. يعني عندنا اسماء كتيره جدا، يعني مصطفى شوبير فاجئني امبارح ما شاء الله احنا بنتكلم عليه كتير على فكره انا وانت وعلى علي لطفي، وان هم على قدر المسؤوليه جدا، وان هم رجاله جدا، ان هم بيشتغلوا باقصى مجهود خلف الشناوي. على فكره يعني من ضمن الكلام لما بيجي وقت تحس ان الجمهور بيتكلم او السوشيال ميديا بتتكلم او حتى وسائل الاعلام بتتكلم على انه الاهلي محتاج حارس مرمى، في نفس التوقيت ده بسمع من ناس متخصصين وناس كانوا حراس مرمى كبار يعني انه علي لطفي ومصطفى شوبير لو طلعوا او يعني راحوا بره الاهلي هيبقوا من افضل حراس المرمى في العالم. هيبقى الحارس الاول في النادي اللي هو فيه، وده طبيعي. مش بس هيبقى الحارس الاول، بيقول لك هتشوفوا حارس مرمى تقولوا احنا عايزين الحارس ده يجي النادي الاهلي. شوف في فتره من الفترات يعني انا كان عندي قناعه انه الشناوي الحمد لله ماشي بشكل جيد جدا، علي لطفي ماشي بشكل جيد، كان عندي امل انه مصطفى يخرج بره موسم يلعب ويلعب وياخد الثقه ويرجع. الحاجات دي بتدي، والنادي الاهلي الحمد لله الفترات اللي فاتت ادى اولاده كتير جدا من ده، يعني ناس كتير خرجت وشاركت مع انديه تانية ورجعوا بمستوى افضل بكتير من ان هو كان قاعد على الدكه او قاعد تمرين بس. مزبوط. فعايز اقول لك انه ناس كتير الحمد لله جهزت، يعني خالد عبد الفتاح وعبد القادر وشريف ومتولي وياسر ابراهيم، كل الناس اللي كانت السوليه رامي ربيعه قفشه، اسماء كتير الحمد لله ابتدت ترجع. شفناهم في الثلاث ماتشات دول وقدموا دي ايجابيات كبيره جدا جدا طبعا، بالاضافه طبعا للتفاهم الكبير جدا مع مستر كولر. واضح خلاص ان الراجل الحمد لله تفهم بشكل كبير جدا عقليه اللاعب المصري وعقليه لعيب النادي الاهلي، وبقى في انسجام بشكل كبير جدا. كمان تفهمهم للنواحي التكتيكيه والخططيه لمستر كولر، لان ده مهم جدا جدا ازاي تقدر تنفذ ده، اليه التنفيذ ده. وواضح جدا التفاهم اللي موجود الحمد لله في الثلاث ماتشات الاخرين دول، مع طبعا بطوله افريقيا ومع مشوار الدوري في الفترات اللي فاتت والسوبر وكاس مصر، الامور الحمد لله ابتدت تتضح بشكل كبير. خلينا